tomate à la maison. تقدروا ديروها في البيتزا وليبيتس اذا لقيتوا لاصوص طوماط ديروا هاد لاصوص اللي راحين نديروها مع بعض. وتقدروا ديروها في الكونجيلاتور تقاديكم لمده عام كامل. وتوكا بلا ما نطول عليكم نقول لكم لي زانغيديون. عندنا حبه تاع لاكاروت الجزر، حبه تاع الفلفل الاخضر، حبه تاع لاكورجيت، حبه كبيره تاع البصل، الملح حسب الذوق، 7 سنات تاع الثوم، كاس تاع الماء، والروند وزعتره، وحبه تاع البيتراف، و 2 كيلوغرام تاع طوماطيش طماطم نقيين وقطعناهم او ميل مورسو. دوكا نروحو لا بريباراسيون. دوكا نبداو بالماء. بسم الله. الجزر بسم الله. الأخضر لاكوجيت البصل البيتراف والرمد دو كان حتوا في النار يطيب. هاوليك دوكا الخليط ديالنا بعد ما طاب ميكسيناوه بالميكسور. وهاوليك دوكا الرند وزعترة ما يتمكساش، نديروهم دون دي بواط. ونديروه داخل الكونجيلاتور. هاي ليك دوكا لاصوص طوماط ديالنا، جزاك كي عجبتكم.
وكي تستعملوها ديروا لها شويه تاع زيت الزيتونه والماء وبصحتكم. وحبيت نقول لكم باللي فتحت في باج فيسبوك وانستغرام واسمها بوسينا لا بوجوت، ما تنساوش تتابعوني فيها. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. وشام، باي باي.